السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معاكم محمود خضر. النهاردة حلقة جديدة من حلقات التصميم باستخدام الذكاء الاصطناعي. تعالوا النهاردة نصمم مع بعض تصميم جديد. زي ما تعودنا طبعا احنا هنا في صفحة ميد جورني، ولو رحنا على الديسكورد بيظهر قدامنا هنا الجروبات بتاعتنا. زي ما قلنا بنختار اي جروب في اللي هو النيو بايز، وبنبدأ نجهز نفسنا بالسلاش ونختار الايماجن علشان نحط الامر بتاعنا. احنا النهاردة هنتخيل ايه؟ انا النهاردة عايز اتخيل ازاي اصمم بيت باستخدام الذكاء الاصطناعي. فانا عشان اعمل كده لازم اكتب المواصفات اللي انا عايزها. فانا هكتب مثلا تصميم منزل على التراث المعماري الحديث، تمام، تفاصيل عالية، مساحة واسعة. هن ممكن مثلا نضيف ايه؟ حمام سباحة فيه، وممكن نكتب حديقة، ونكتب مثلا ايه تاني، جودة عالية. وطبعا المفروض ان احنا نترجم، هناخد بقى الترجمة كده ونروح على هنا نديله الامر بان هو يصمم لنا ده، وهنديله بعض التفاصيل زي الاكواد، شرطتين V4، هنا هنديله الاوامر اللي احنا عايزينها، شرطتين V4 وشرطتين AR، ونخليه برضو زي ما قلنا تلاتة لاتنين، ونضغط انتر. زي ما احنا شايفين دلوقتي بدأت الصورة تظهر قدامنا، البيت بدأ يتصمم، وهنشوف دلوقتي بقى طبعا هيظهر لنا بأي طريقة. لحد دلوقتي 62%، طبعا هو مش هيظهر غير لما يكتمل ل100%، وان شاء الله يكون بوادر ان هو يعمل لنا بيت حلو. زي ما احنا شايفين دلوقتي هو قدر ان هو يصمم لك البيت. طبعا قدامنا التصميمات تم تصميمها على التراث الحديث، وما شاء الله يعني شغل عالي جدا. ممكن يكون قابلك حاجات شبه كده على مثلا النت، او شفت حاجات مرسومه شبه كده، لكن دي بتبقى افكار جديده. لو انت مثلا صورت الشاشه عشان على اساس ان انت تشوف الصور ديت هل هي موجوده فعلا على النت او لا، ممكن ما تلاقيهاش، لكن هي بتبقى افكار حلوه جديده ممكن تساعدك في التصميم. دي كانت طريقه برضو تقدر انت تصمم بيها لو حابب تصمم بيت على الذكاء الاصطناعي. طبعا زي ما قلت لك احنا بنكتب التفاصيل بتاعتنا في الترجمه، وبناخد التفاصيل اللي احنا عايزينها وبنحطها في الديسكورد عشان تطلع لنا بالشكل ده. في حاله لو الديسكورد ظهر معاك بالشكل ده، ممكن تضغط هنا تاني وتخش على الجروب اللي انت كنت فيه، ومن الجروب بتروح على الانبوكس، ومن الانبوكس بتضغط على الشغل بتاعك هنا. لو انت حابب تختار تصميم معين او تفصل كل تفصيل على حده، بتعمل جامب، وجامب تلقائيا بتحولك لاصل الصوره في الشات، وبتقدر تختار ان انت محتاجه. مش عايز كده فبتقدر ان انت ترجع بقى للصفحه الرئيسيه، ومن الصفحه الرئيسيه بتروح على الهوم، بيجي لك التصميمات بتاعتك انت، وبتظهر فيها الشغل بتاعك، تقدر تعمل منه سيف. وقبل ما تعمل سيف تقدر ان انت تشوفه بجوده اعلى كمان بالشكل ده، وبعد كده تقدر ان انت تستفيد بيه ان انت ممكن تبيع التصميمات، او تنزلها على صفحات، او تنزلها على جروبات، او تنزلها على مواقع. احيانا في ناس ممكن تشتري تصميمات زي دي. دي كانت حلقه النهارده، اتمنى تكون استفدت من الحلقه. ان شاء الله استنونا في تصميم جديد على موقع الذكاء الاصطناعي ميد جورني. السلام عليكم.